النهارده فقدنا قيمه اعلاميه كبيره جدا وهو مفيد فوزي. فوزي تنعيم النهارده استاذ مفيد فوزي المحاور الجريد. انا كان بيعجبني جدا فيه لانه كان بالفعل بيشعر بنبض الشارع. كان ازاي دايما بيهتم بكل قضايا المواطنين الناس البسيطه، وكان دايما يحاول يظهرها للنور عن طريق برامجه المختلفه وسبب خليل في المدينه علشان يعالج هذه الامور ويقدر يقف معاهم، وكان يعرف ازاي ياخد اي حوار من اي حد يقدر يخليه يطلع اللي جواه بكل جراءه وبكل احترام. فانا بطلب من رحمه من ربنا والعزاء للدوي وصلوا الاستاذه حنان وكل محبي والوسط الثقافي والوسط الاعلامي وكل شخص بطلب له دايما انه يعزي. طيب بمناسبه الاستاذه حنان، طمنا دلوقتي عن حالتها دلوقتي. الاستاذه حنان طبعا اكيد في حاله حزن، طبعا الاب هو الاب مهما كان، وكان من فتره فقدت والدتها الاعلاميه الكبيره الاستاذه امل عمده، فطبعا هي دلوقتي شعره بانها فقدت كنوز كبيره جدا، واحنا بنعزيها وبنطلب لها دايما ان ربنا يديها الصبر والسروال والرحمه للاستاذ مفيد. شكرا.